مداخلة مع الدكتورة مروة نوح، استشارية التغذية العلاجية. مساء الخير يا دكتورة. مساء الفل، ايه الاخبار؟ ازاي حضرتك، عاملة ايه؟ كله تمام الحمد يا لله. رب تكوني دايما في احسن حال واحسن صحة كده يا رب. يا رب طول ما انا معاكم. ربنا يخليكي وكل المستمعين واللي سامعين يا وكل رب الناس اللي سامعين، وانا وانتي واللي سامعين. يا رب. يا رب. طيب، ارتفاع درجات الحرارة اللي اتكلمنا عليه في بداية الحلقة، النهار ابتداء من النهارده بقى مكملين الأسبوع دوت، وداخلين بقى على فصل الصيف اللي بقى سائد فيه كتير، يعني الموجات الحارة دي بتكتر كتير، بقت تمام. عندنا فصل الصيف. ف ايه أفضل أنواع الدايت المناسبة للصيف مع درجات الحرارة العالية دي، خصوصا إن احنا بنفقد كمية كبيرة جدا من من المية المية. في درجات الحرارة العالية؟ طيب الحقيقة هو مفيش دايت لوقت معين في السنة، يعني لازم الناس تفهم، وده يمكن وظيفتي كطبيبة بشرية، إن الناس تعرف إن الأكل الصحي وشرب المية لا غنى عنهم في الشتاء. هي الفكرة بس في الصيف إن إحنا عندنا كذا عامل مهمين جدا بنركز عليهم. أول حاجة اللبس الصيفي خفيف، فبيبين أجسامنا يمكن أكتر من الشتاء، بنخرج أكتر في الصيف، النهار طويل، أجازات، فبنهتم بنفسنا على دخول الصيف أكتر. يمكن حتى الولاد الشباب يقول لك عايز اعمل فورمه الساحل، طبعا. فدي مهمه جدا. بلس ان انا في الصيف بفقد كميات ميه غير العادي، لان الجو حر وبنقعد في اماكن مفتوحه كتير، يعني ابسطها على البحر. فشرب الميه لازم يزيد في الصيف كمان، يعني لو انا بشرب مثلا في العادي 2 لتر في الشتاء، لازم في الصيف يبقوا 3 لتر. وسبحان الله فاكهه الصيف كتير ومليانه طب ميه. ولو بشرب نص لتر اعمله ايه؟ ممكن يبقى لتر الا ربع. يعني بصي، الميه اساسي لا غنى عنها لوظائف الجسم كلها. يعني ساعات الواحد يبقى عنده فتيج، يعني مجهد ومش مركز، كتير جدا لما بنظبط الميه للناس الاعراض دي كلها بتتظبط على فكره. فلا غنى عن شرب الميه، عشان كده تملي حته الميه اللي بالليمون وبالنعناع اللي بيقول لك ديتوكس بتخسس، هي مش بتخسس، بس هي وسيله لشرب الميه تغيير طعمها، لان في ناس كتير تقول لك ما بحبش طعم الميه ما بقدرش اشربها. طبعا ناس كتيرة بتغلط غلطة فظيعة في الصيف، انها بتستبدل المية عشان بيبقوا كده كده جسمهم محتاج مية ما بيحبوهاش، فبيشربوا مياه غازية او عصاير. كنت لسه هسأل الاثنين حضرتك، يعني بيأدوا احنا لزيادة دايما الوزن. بنفضل ان احنا نشرب عصاير، عصير ليمون، عصير برتقال، يعني عصير قصب، اي حاجة بنحبها في الصيف. ايوه على فكرة عصير الليمون اقل لهم في السعرات، يعني احنا في الدايت بندي عصير ليمون او ليمون بنعناع، ما عنديش مشكلة لان سعرات الليمون قليلة جدا. لكن عصير البرتقال، كوباية عصير البرتقال بمثابة فاكهتين ثلاثة، أي فمحسوبين من الانتاج بتاعنا من السعرات. وعصير القصب شرف، رغم انهم مفيدين جدا، بس مش عمال على بطال، لان لو شربت لتر عصير برتقال خدت سعرات من نشويات كتير. فالناس بتبتدي تتخن وتقول لك انا ما باكلش خالص، انا طول النهار بشرب عصاير، انا طول باكل فاكهه. ايوه ماشي، اول حاجه جسمي بيفقد عناصر، لان البروتينات مهمه، الخضار مهم، في حاجات كتيره مهمه. تاني حاجه ان انا برضو ما بنزلش في الوزن، وما باخدش كمان المغذيات اللي جسمي محتاجها عشان يخلي وظائف جسمي طبيعيه وصحيه. طب غير الكالوريز، طبعا انا عارفه ان احنا بنتكلم على الدايت، بس معلش جه على بالي سؤال كده سريع، هل حته انه ترطيب الجسم، هل العصاير ممكن يعني تحل محل الميه في حته طبعا ترطيب الجسم؟ يعني انا شربت، طبعا افضل اشرب عصاير طول اليوم ما اشربش ميه خالص، ده تمام؟ طبعا ده تمام، بس هاخد كميه سكر كبيره قوي، مش كالوريز شرط ممكن من النظر. غير سكر يعني، او يعني كده، بس ما هو كان بصي انا بيتقال ان بكتب، دايما لا غنى عن شرب الميه، مهما تشربي لا عصاير مهما غنى، تشربي لا غنى عن شرب الميه، لا غنى عن شرب الميه دي. يمكن انا ابتديت بيها يعني العصاير، لازم طبعا برضو فيها مية، كميه ميه العصاير ما طبعا، بتعوضش في ترطيب الجسم عن يعني المية. وحتى لو انا مش عايزه اخس، يعني هي العصاير الكتير برضه فيها نسبه سكر عاليه، حتى لو سكر من مصدر طبيعي زي عصير البرتقال معندوش سكر، بس هو السكر الطبيعي اللي في البرتقال هو اوكي سكر في الاخر طالع جسمي. اوكي فحتى لو انا مش عامله دايت، انا مش بتكلم كدايت، انا بتكلم كصحه جسم، عمال اخد كميه نشويات كتير، هتعليني الانسولين، هتبطئ الحرق، هتعمل لي مشاكل صحيه ثانيه. فهي مش صح. الميه اكتر حاجه امنه، اكتر حاجه ما فيهاش سعرات، اكتر حاجه بترطب الجسم بسهوله. وبالذات بقى فلازم في عن شرب ارتفاع الميه درجات الحرارة في الأسبوع ده اللي طبعا. جاي. بالظبط كده، زي ما بقول لو حد مش قادر يشرب الميه، الليمون اقل سعرات لان ما فيهوش نسبه سكر عاليه خالص. وممكن نطعم الميه باطعمه مختلفه، نقطع فيها ليمون، نقطع فيها سلايسز برتقال، نحط فيها نعناع، نحط فيها عيدان قرفه، منها فوائد للجسم ومنها في الاخر هي الميه الطبيعيه بتاعتنا. طيب بالنسبة بقى للأكل، عايزين يعني انه برضو عشان الأسبوع الجاي درجات الحرارة مرتفعة، فيعني سمعت انه ما بينصحش بالأكل الدسم، بلاش المقليات، طبعا بلاش المسبكات طبعا. والحاجات دي، الكلام ده مظبوط؟
ايه علاقة المقلية، يعني ايه علاقة ان انا حاجة مقلية باكلها بارتفاع درجة الحرارة اللي حواليا؟ بتعطش يعني. انت اوكي لو حتى في رمضان احنا فعلا بيقول ما حدش يتسحر حاجه مسكره قوي زي حلويات رمضان، ما حدش يتسحر حاجه محمره لان احنا بنعطش جدا فيها. فمع الصيف هتلاقي الاكل الثقيل الدسم بيعطش زياده، هتلاقينا حتى اغلبنا في الصيف مش قادرين حتى ناكل الاكل السخن اللي هو الوجبه السخنه الثقيله المعموله بصلصه وبصل، هتلاقينا رايحين في الصيف ناحيه السلطات اكتر، ناحيه الاكل البارد اكتر. كل ما يكون الاكل خفيف بيبقى مرطب اكتر وهضمه اسهل. طب ايه انواع الخضروات او الفاكهه اللي بتحتوي على نسبه ميه مثلا مرتفعه اللي يعني البطيخ طبعا، تنصحي بيها ان احنا البطيخ ناكلها في الصيف او البطيخ الاسبوع دلوقتي، تنصحي بيها دلوقتي حالا؟ البطيخ البطيخ. طبعا مش كده قلت لك. فواكه الصيف سبحان الله ربنا عاملها بميه كتير. البطيخ من الحاجات اللي فيها نسبه ميه عاليه جدا جدا ورطبه جدا جدا جدا، والعنب مثلا برضه فيه نسبه ميه عاليه جدا. ففاكهه الصيف بصفه عامه ميتها كتير، فهي معموله مناسبه لدرجه الحراره دي. والخضار فيه خضار فيه ميه؟ والخضار كله الخضروات الورقيه كلها نسبه الميه فيها عاليه جدا، الخيار الكوسه نسبه الميه فيها عاليه جدا. فالخضروات بصفه عامه مش كده قلت السلطات، الخس والجرجير والبقدونس والطماطم والخيار كل الحاجات دي نسبه الميه فيها عاليه جدا. وعلى فكره احنا لو انا مثلا جسمي محتاج 2 لتر ميه احنا بناخد من 20 ل 30% من الميه اللي جسمنا محتاجها من الخضار والفاكهه اللي بناكلها. فتملي بنحسبهم برضه مش الميه بس اللي بنشربها عشان اطمن الناس برضه. اوكي. الناس اللي بتاكل الخضار والفاكهه كويس هي كده بتضمن للجسم حوالي 30% من الميه اللي جسمهم محتاجها انها تاخدها من الاكل. مش البقدونس بيسحب الميه من الجسم؟ لا، البقدونس بيساعد على ان الكلى تشتغل بصوره صحيه فتفلتر الميه الزياده. اوكي. فعشان كده نديه للناس اللي بتنفخ، اللي بيقول لك حاسس ان جسمي بينفخ جسمي بيشيل ميه، بنديه علشان يساعد الفلتريشن بتاع الكلى انها تشتغل وتنزل الميه زياده. هي سبحان الله ربنا خالق اعضاء الجسم انها تظبط الميه على المظبوط. فمش هتسحب ميه زياده لو جسمي محتاجها، لكن انا لو شربت ميه زياده جسمي بيتخلص منها. طب في مشروبات ممنوعه في الفصل الصيف؟ يعني في لا درجات بصراحه الحراره ما بحبش المرتفعه؟ المياه الغازيه، ما بحبش الحاجات اللي فيها سكر كتير لانها بتعطش، وكمان الحاجات اللي فيه كافيين كتير بيعطش. لا، الكافيين مضر للبول برضه، ما بزود من نسبة القهوة حتى لو قهوة بشربها بصورة زي الايس كوفي او الحاجات الساقعة. الحاجات اللي فيها كافيين كتير ومنها طبعا المياه الغازية الغامقة فيها نسبة كافيين بتضر بول، يعني بتطلع مية بره الجسم فبتحسس بجفاف. يمكن عشان ابسطها للناس، زمان القهوة التركي كانت بتتقدم رغم ان فنجان كوباية صغير مية. كوباية مية بالظبط كده لانها بتعطش. ولاحظي لما تشربي قهوة هتلاقي ريقك ناشف بعد القهوة سواء تركي او قهوة، لو شربتي امريكان كوفي او قهوة فيها نسبة كافيين عادي. فالمشروبات الغازيه الغامقه فيها نسبه كافيين، فيها نسبه سكر عاليه فبتعطش، والحاجات اللي فيها كافيين كتير بتعطش برضه، فناخد بالنا من دول. دكتوره مروه نوح استشاري التغذيه العلاجيه، بشكرك على المداخله اللطيفه دي، وكده احنا عرفنا ممكن بقى نقضيها بطيخ وسلطات وحاجات كده الاسبوع وسلطات اللي جاي كتير، ده. ونحط بروتين ونحط كل النيوترينتس او المغذيات اللي احنا بس محتاجينها. مشوي بقى، بلاش مقلي صح؟ بلاش مقلي بقى، احنا خلاص اتفقنا عشان كمان ما نتخنش من الصيف برضو. يعني الحاجات اللي بتتاكل على البحر او احنا اجازه، الشيبسيهات والحلويات اللي بتتجاب والحاجات دي انها بتقطش منها بتسخن ومنها انتي كالوريز، فكمان مش بتفيد الجسم في اي حاجه. شكرا لك يا دكتوره على وجودك معانا، ويا رب دايما صحتنا كده تبقى كويسه، ونتمنى لك كل يا رب. التوفيق وتكوني موجوده معانا على طول. ميرسي جدا جدا، شكرا لك يا دكتوره، ميرسي شكرا، جدا، مع باي السلامه. باي.